صحيح. ده كمان مع موجة يعني الإنقلاب احنا عليها. كمان بنتابع يعني في اوروبا وايضا دول غربيه فكره تصاعد حتى فكره اليمين المتطرف في بعض الحكومات مؤخرا، يعني بنتابعها في دول اوروبا بشكل اكبر. طب خلينا نروح مع حضرتك ايضا لجون صحيح. بولتون. جون بولتون يا فندم مستشار الامن القومي الامريكي السابق، يعني تحدث عن انه ما يحدث الان في قطاع غزه انه حماس قدرت انها تحقق انتصار كبير على اسرائيل، وبالتالي هو معارض بشكل كبير جدا اصلا على هذه الهدنه. سؤال حضرتك يا فندم، في ظل انه دونالد ترامب هو خلينا نقول انه المنافس الاقوى لجو بايدن، واحنا امام انتخابات رئاسيه امريكيه قادمه يا فندم، هذا الانقسام او هذا الانقسام الدائر شايفه حضرتك هيحصل ازاي؟ يعني زي ما حضرتك تحدثت الشباب معارضين لما يحدث، والكبار بالعكس يعني شايفين انه لا، يجب ان ندعم اسرائيل لاخر نفس، ويقال ان امريكا هي دولة مؤسسات. بالضبط. اتفضل. ده سؤال مهم جدا، اشكر حضرتك عليه. هو شوف حضرتك، المتوقع من الاحداث الحاليه في نهايتها انا اعتقادي هيبقى في اتجاه اكبر لترامب، مش عشان ان هو يعني افضل في حاجه معينه قد ما هو الشارع الامريكي المنقسم ده في جزئين كبيرين، في الجزء المحافظ الاول اللي اتجاهه التقليدي نقدر نقول، وفي نقدر نقول الناس اللي هم ايه اليانج جنريشن الصغيرين في السن اللي ليهم افكار مختلفه. اللي حصل النهارده ان بايدن اظهر ضعف شديد في القياده في عده مواقف، منها موقف مثلا غزه ما كانش يعني ما الاداء ما كانش ابداعي يعني، وكتير ما اعجبوش بيه. فانا اعتقد ان في ناس بتتجه لترامب لانه راجل بيسموه ديسايسيف، يعني يقدر ياخد قرار صحيح. وينفذ وياخد مواقف واضحه منظمه. وفي بعض الناس بيظن ان لو وجود ترامب يمكن ما كانش حدث المشاكل دي، وكان اتجه الحل بصوره مثلا مختلفه. فهو الناس عندها اتجاه لترامب عشان الامور الاقتصاديه، عشان ضعف قدره اداره بايدن على اداره الملفات مثل حتى ملف غزه وغيرها وغيرها، مع زياده شديده جدا في الاتجاه الليبراليه عند البعض شايفينها زادت عن الحد. يعني كان زمان بيطالبوا بالحريه، ماشي ده جميل، ولكن النهارده بقت فرض حاجات مثلا على الاطفال مش مقبوله زي الشذوذ وغيره على اطفال في المدارس. يعني هناك فرق انك تحترم حريه الناس وانك تفرضيها على الطفل. صحيح. فاصبح هنا اتجاه غريب في عدم تحديد الجنس والنوع، صحيح، في ان ذكر ام انثى، في فداخلين في مرحله ان الناس العاديه اللي كانت حتى بتدي صوتها ساعات لناحيه الديمقراط وبايدن ودول قالوا لا، ده كفايه ده كتير كده، وبداوا يتجهوا لترامب. فاعتقد اداء بايدن الاخير في غزه يضاف للحاجات صحيح. الاخرى اداء ضعيف عامه، وده هيصب في مصلحه ترامب اذا سمح له ان يصل للانتخابات النهائيه بدون ما ياخد موقف قانوني ضده. صحيح.